مساء الخير متبارين الثلاث ديناميكيين للغاية ما ديما نقول لأن البداية ديالتهم كانت موفقة. القيمة الذهبية الآن فيها 5000 درهم كتمنى واحد سعيد للجميع. وكنا إلى تذكرتوا إخواني المشاهدين كنا خلينا الدور عند نوال اللي كانت سبق لها أنها أعطت المساهمة ديالتها 60 درهم في ميدان الأدب والفن. مستعدة نوال؟ السؤال يقول ما هي المنطقة المغربية التي يضع فيها الرجال وشما على الجبين؟ هذه ما كانت لكش في البال. أنا من غير الدينار ديال الصلاة. خلي الدينار ديال الصلاة. كينا لله في المنطقة الشرقية. ما هي الليلة التي يحتفل بها بموسم الخطوبة بمنطقة زاغورا؟ إوا الوقت القانوني انتهى، ما بقاش عنده الحق يشري الجواب، عطيني الجواب ديالك. نظن ليلة ديال عيد المولد النبوي. لا، ليلة عاشوراء. ما اسم المدينة المغربية المزمع توأمتها مع مدينة ميامي الأمريكية؟ أكادير. أكادير بالفعل، مدينة أكادير. والدور كيتقل عند سي حسن، تفضل. 50 درهم أدب وفن. ما هو الموضوع الذي تطرحه رواية مسالك الزيتون للميلودي شغموم؟ عن ماذا تتحدث؟ نوال، الرتبة الأولى تعطينا الرقم الفائز. واحد. وهو الرقم 44. تفضل. أشنو اسم ديالك؟ هشام عبد اللطيف. وعبد اللطيف أش من مدينة أنت جيتي عندنا؟ من الرباط. جيتي من الرباط، اذا جيتي غير من هنا قريب. هذه علاجات يمكن لك تستفد منها انت ولا احد افراد العائله ولا الاخت ديالك ولا الوالده ولا هذا. وهنيئا لك. شكرا. وبهذا اخواني المشاهدين ننهي حصه هذا اليوم ونتمنى ان نلتقي بكم في حصه يوم الاربعاء. شكرا لكم، الى اللقاء. الى اللقاء.